حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة من برنامجنا، برنامج إصداء الشارع اللي ننقل الواقع اللي موجود بالشارع العراقي. إنه اليوم لو نلاحظ أكف الشغلة قبل لا أجي، هذا الشارع كان مختنق، شافوا قناة سامرة وشافوني المرور فرغ الشارع. ليش؟ ليش؟ يعني لما يشوفون إعلام لأنه يقول لك راح ننفضح وراح يجزون أسامينا أو يعاقبنا الآمر أو الضابط أو أي واحد. يعني الموضوع بيخوف، إذا بيخوف قلونا حتى يوميا نطلع عم نصور تقاطعات الازدحامات الموجودة، الازدحامات الموجودة ما يصير هيجي. هسه هذول أهل التكاتك، والله قلت لهم حكاية وحدة قلت لهم، قلت لهم شباب هذا رزقكم، انتوا عندكم مكان اوف هناك مثل ما قالوا اسمها السمكه، زين باعوا علي شعلوا شباب هيك شيء، اكو تك تك واقفه ذولاك شو ما حس حيطلعون، كلهم قاموا يروحون. زين هاك هسه كلهم قاموا يروحون يوقفون هناك، بس اتمنى من يجي رجل المرور يجي عليهم بطريقه حلوه، لا تظل تجيبوا تكتب هالوصولات عليهم وخطيه ورزقهم على هذا. تعال باسلوب حلو عليهم عمي، مره مرتين ثلاثه، لا والله اقطع له وصل مو 200 500 اخليه يتراكم عليه، بيروح بحث يروح يتداين حتى يسدد. اجيبه انذار اول ثاني الثالث، لا والله خلاص هاي الشباب انصحهم يوقفون هناك وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. شنو المشاكل؟ انت احنا قلنا لكم وجيناكم صحيح، رحتوا هناك؟ لا رحنا صحيح، راح تطبقوا هذا الموضوع هناك؟ اي نعم، لو من نطلع خلاص لا لا نطبقه ان شاء الله، الهوسه والفوضى يطبقوه، يطبق ان شاء الله. زين. احنا انا اقول لك يعني شلون اقول لك، احنا مو يعني رجل المرور احنا ما نذب الصوج كله بيه، اكو غلط من عندنا صحيح تمام، بس اكو يعني شلون اقول لك، اكو رجل المرور هنا يعني يجي هنا حتى يغلط يسيب ويغلط كود شنو يشاد، لو الله ما حد يقدر يحكي وياه. منو اللي يسيب ويغلط؟ رجل المرور يغلط عليكم؟ اي نعم يغلط ويتبع على كتف من هذا الحكي وغيره وشاد رتبه، فما انت ما تقدر خلق مكبول الحكي، انت ما تقدر يعني شلون اقول لك، لا تقدر تتجاوز علي شالك ذبك جوي، لا تقدر تحاكي قاصتك وصل، لا تقدر شو تسوي، تغلس وتخلي وتروح. زين لازم تبلعها وتروح، يجر سويتشك يخليك من الصبح لليل تركض وراه فوز بيده، لو يكض السويتش كضه وشمره روح دور علي، هاي اخلاق شمره فوق الكرفان، تصعد فوق الكرفان تصعد دور علي بحديقه، هاي اخلاق، هاي هذا الشيء لا انت ترضى بيه احنا نرضى بيه. يعني احنا من الناس دمنا يعني شلون اقول لك، اكو عالم زينه اكو عالم هاي، بس حشاك كم واحد بيهم انسان ناس تعبانه. انت تكتك مالتك مرقمه واجراءاتك هاي كامله قبالك، هاي سنويتي تريد اطبق اياها عادي كامله وكامل اجراءاتي. زين يا تجي تطبق هنا كظ وجرك وصل، يعني هسه العالم كله هسه العالم ما يقلها وقفتكم غلط، لو يعني ناس وناس صح، هي اول قانون لو يطبق على الكل، على الكل لو ما يطبقه هسه القانون عندنا تشني، احنا عايشين قانون الغابه، قانون يطبق على الفقير، القوي ياكل الضعيف. هسه لو اكو قانون هو صديق ونقول احنا اكو قانون، احنا الاول العالم نمشي على القانون، بس هو مو يجي يطبق عليك، انا رجل تكتيك ما راح يطبق على السياره، يعني يكر انا شاخذ يكره كل 2000 دينار يجي قسط 400 200 الف مو اضل ادقلكم. احنا هم يعني شلون اقول لك، هم بالوصولات هم هلا هلا بينا لا اكثر ولا اقل. ذاك يوم والله قصر وسط قضيته وشقيته وذبيته ما عدي دفعه، شو اسوي له؟ شو اسوي له ما عدي. انا رجالي كرو كلها ب 2000 دينار اروح بها تلفات الدنيا. يعني قصر وسط 50 انا قضيت شقيته وذبيته، شو اسوي له يعني؟ فهاي العالم يعني شلون اقول لك، هم هاي العالم خطيه، هم هلا هلا بينا. تروح لي غاد يعني تجي تطبق هنا يقول لك روح اوقف لي غاد، تروح لي غاد يقول لك كرفان والله تابع للحكومه هذا ممنوع توقف يمي. احنا خلصنا من الكبار، جونا هذول العقود، هسه العقود لا يتفاهم ولا هاي، قبل يصعد وياك ويقول لك يلا مشي الحج بالعباس، صارت خوفه من وراهم ام البني، ماكو واقفين هناك بالليلة هاي بالستة بالسبعة. انا 18 سنوية، لا اجازة ما عندي سنوية عندي. اسمك؟ ايه باسمك؟ باسمي، كانت باسم اخوي من جيتك بس انحزت. هسه ما لا لا ما مقلوب. كم مره مقلوب؟ ابد، هاي الولد كلها تشل، بس انا اقول لك قبل كم يوم ضرب صفحه. خذاها المرور من جيتك ذيك المره هنا، خذاها المرور ضرب ليها صفحه.
بالعباس دبيت العد والماء عدي سوي. ماشور لطم. يعني خلصنا من الكبار جونا هذول العقود. قبل اصعد وياك. لا يتفاهم ولا. ما مخالف غير هاي طبقتني. هاي بس. ما يجي حاجة اطلع. قبل اصعد وياك. اصعد وياك. قبل ايه. تمام. خيرك حبيبي. شلونك؟ اخبارك؟ الله يبارك. شلونك؟ شماري. كل شماري من الحكومة. اريد بس الرعاية. بس الرعاية. سبع مرات قدمت. شو اشتغل؟ بقالة هنا. راعي يعرف ايش قد؟ 275 150000 ما يخالف لو 50000 لو 50000 عادة اشيل هنا طين انطين من طين الايجار قاعد يجرب 400 كل شيء ماري بالبيع انت قاعد يجرب قاعد 400 من زوج اثنين جال عدل الحمد لله والشكر الله يسلمك كل شيء ماري 1000 مرة قدمت والله وما طلعت مو بس انت مرة وطلع وطلعت لباحث طلع لباحث مرتين مو مرة واحدة مرتين طلع لباحث مرتين طلع لباحث وما زين وكل شيء موك وعالم طلعت لها وعدها خير من الله خير من الله عرفت تعتذر معرفه خير من الله عدها طلعت لها وسلموا سلموا وراحوا كرتات وسلموا رواتب خير من الله كل شيء ماريد من يا محمد السودان كل شيء ماريد بس الرعايه كل شيء ماريد فقط هاي حال الشعب كله الرعايه كل شيء ماريد بس الرعايه الرعايه فقط كل شيء ماريد بس الرعاية اربع مرات يقولون علي خير وطيب انا بدي اشوف 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 على التيك توك يشتغل احسن رئيس بالعراق هو والله العظيم واشرف رئيس بالعراق هو والله صحيح بحياتي ما شفت رئيس الرجال يشتغل بس ما حد يطيب يشتغل يشتغل ونتمنى يكون يجددون لنا الاربع سنين هاي الاربع سنين مو راح تخلص مراته يتمنى يكون يجددون ان شاء الله دا يشتغل شغل مستحيل واحد يشتغل مثله واشرف اشرف واحد بالعراق الا هو الشاعر محمد السودان وانا اشكرك حياك الله تسلم شنو الحج ما لا ما راح لا كاسم كاسم شنو شغلك سايق سايق اي سيارتك لا سايق بيه اي ان شاء الله كم سنه تقدم على الرعايه والله من بدت لحد الان يمكن اربع مرات خمسه قدمت وماكو شو يقولوا لك ماكو تقدم ماكو ما يطلع لك انتظر نخابرك انتظر تجيك رساله ماكو مكان ما ذبينا بيه فايل ماكو مكان ما قدمنا بيه والله العظيم ماكو على هالرنة حتى نط فلوس الله شاهد وماكو اقسم بالقران الله يكون بعونك وماكو الله يكون بعونك الله يكون بعونك شلون حبيبي؟ اي والله يسلمك شلونك الله يخليك تشتغل؟ شنو بالكياس؟ ها؟ بالكياس سايق بكي بس قولوا لي اسدتوا اهل التكاتك وكشون عليك؟ ايه وانتم تشون على التكاتك؟ وقفتكم صحيحه هنا؟ هذا راي عام استاذي مو انت اليوم جيت فرضه لا انت ولا انا ولا ابو التكتك ولا ابو الكيه هذا واقع حال العراق كليته هي هاي مال الشارع وشغل وهذا تدري الوضعيه مال الجراجات كلها ويا صار الشارع هسه احنا عوف الكي عوف هذا عفنا هسه احنا هذا وضع الشارع هذا صحيح يعني ليش مو هسه احنا شو كانت قبل انتم تتابعون هاي الامور هسه نسيتوها يعني شو انا رجال انا رجال بيتنا مو هنا بسبع البور وش حكي طريق سبع البور تاجي هذا الطريق اللي هسه المفروض هم جاي يشتغلون بيه المفروض اذا اجى محمد الشاعر السوداني بيه ثاني يوم شوف الاليات من الصبح حتى الطريق قاطع التعلينة طبعا هذا مو اول واحد يقول هذا واحد يعني الشغل فول يعني احنا بس بس وخر الرجال راح على غير موقع تشوف التراب التلتل وما حد وصل للموقع ولا هذا وهذا نفس الحاله هذا من جو يقلعوك طبعا كان كل شيء ما بيه يخبل هذا مقال ناس وحلو شارع طبيعي وكل شيء ما بيه والبوق شلون يصير؟ هو احنا ليش هم ليش يخلون البوق اصلا؟ ليش اوصل للبوق؟ عمي اعوف الشركات العراقيه ما جاي تسوي شغل هذا مو مصري ب 88 يسلمك جسر 88 يوم مو سلمك جسر مو مال هذا مال الفنون الجميله لا مال الفنون الجميله مو 88 يوم سلم يا اخي اجيب مصري هسه مو مصري عم العراق هو رجال ما يشتغل ابو البلديه احنا يوميه يتريق تحكي وياه زين تحكي وياه يقول لك شو اسوي لك؟ ما ينطوني ما يودوا لي ما ادري شنو طبعا ما يعطوك اذا هو هذا شغل هذا ها الله شاهد هاي يطلع لي قدام شوي هاي الجزره هاي سوى عود رصيف هو بالقران هيك الرصيف مسوي هيك الرصيف وهذا شاهد كله ثاني يوم جو بالشفط شالوه وهذا الشغل هذا هسه هاي وضعيه هاك هاك شابعاني تراب من الصبح للي حد مر علينا والله ايش قد وضع هذا الشارع؟ هذا الثالث شهرين ثلاثه وضعيته شهرين ثلاثه اي اكثر هم قبل كانت تجي هنا البلديه الصبح هاي ذول البلديه ينظفون هسه بسبب هاي الوضعيه حتى والبلديه ما يجي تفضل هذا التقاطع هاي ظاهره مال التقاطع هاي هسه احنا هاي ظاهره يعني بس قل لي شلون ضل هسه الرجال يظل بس يفتر عليهم احنا نحكي على الظاهره بما انت حكيت على الظاهره هاي ارزاق ناس شويه حبيبي هاي ارزاق ناس نعم هاي ظاهره مسوق
اخي الف مره جو عليهم يقول لك وين نروح؟ وين نروح؟ انا اعطيك اياه وياك هسه انا وياك هسه هذا ابو السوق هذا السوق ابو السوق الرجال ياجر له بملايين العالم ملايين. مو اسمح لي لا دقيقه يقول لك استلف استاذي سرقوا فيه ياخذ 7 ملايين لا دقيقه تفضل دقيقه ترجع هسه تطب على اليوتيوب القناه سامره نعم قبل 3 ايام طلعت الحلقه قبل 3 ايام طلعت الحلقه جيت هنا صورت والقوة الماسكة وياي جو الأمانة حتى أوضح لك وأروح هسه أنا للسوق أخذك وأروح زين عفوا دقيقة أخذك وأروح للسوق سوق مال بياع جو الأمانة والشفلات رادوا يفلشوهم من شافوا الإعلام وقفوا ولهذا أمك ما وصلوا لهم تعرف ليش؟ طلع المستثمر عندما يقارب 100 محل ورا صحيح ربنا يجزاك تعرف ايش قال لي دقيقه لا مو 500 هسه اخذكم واروح لا مو 500 طلبوا اصحاب السوق قال له عمي يسوي لنا الايجار ب 100 ابو المال واقف تعرف ايش قال لهم قال لهم ب 100 قال له عقد سنوي قال له عقد سنوي بعد شو تريدون قال له السوق نرى هذا الجو كيف قال له وصاخه وما شنو نظف لنا قال له اليوم بس طبوا جوه حتى كلكم ترزق يصير عندكم رزق واحد صحيح والله بمية صالح لا 7 ملايين 7 ملايين هذا تشتري الكلام هو يقول لك تشتري 7 ملايين وإيجار هذا تشتري صحيح هو دي أجرة إلك بمية زين لا عشان تضرب بعد يعني قول هاي النقابة مال الكيات ليش ذب هنا اليوم ذب العبرية هنا ويروح يعني نزلهم ويروح ليش بس سؤال ليش ينزل العبرية هنا؟ يعني قصدك أبو الكيف بالعبرية هنا؟ أي ليش؟ من يشوف السوقي راح ينزله يطلع قبل ويروح هذاك كراته وينزل وش يسوي؟ هو السوق من يشوف السوق هنا راح يصير ازدحام وإحنا هذا اللوم منو اللوم بي؟ النقابة مو بس النقابة هي أنا اليوم دا أقول لك أنا دا أقول لك أبو السوق يقول لك بمية الإيجار تعال طب جوك خليه يروح ما حد يقبل عمي يروح هم ما تين أصحاب عوائل ما حد يقبل يروح من يقبل يروح هسه روح قول لهم تعالوا هناك ذاك فتحوا لهم محلات حكينا وقلنا عمي والله العظيم المستثمر قال ايجار المحل 100 جوه ايجار المحل 100 طبوا جوه بهذا السوق عمي خلي الناس يفرغ الشارع يعني بربكم هاي الشارع هسه شافت عينكم شارع فرغ لا ما فرغ ليش؟ بس جيتك فرغ كلها قام يتمشون بالسيارة فرق يعني خوف من الاعلام انت ابو السوق ليش ما يطب جوا؟ يقول لك احنا محلات بالاخير هذول بالبدايه حبيبي لا اكو في الشغله انت قلت هذه محلات بالاخير اذا كلهم دخلوا تعال يمي اذا كلهم اصحاب البسطيات دخلوا جوا ايه راح يشتغل السوق لو ما يشتغل اي يقول لك احنا بالاخير وهذا سؤال يشتغل اذا كلهم دخلوا جوا ما حد برا يشتغل بس يقول لك ما يشتغل مثل البرا لا 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 الرزق هو على الله على الرزق. الله صحيح اثنين اذا كلهم دخلوا جوا وصار سوق ايه. السوق كله راح يشتغل كله بس المواطن هنا المشكله المواطن اللي ما اعرف هاي يعني ثقافه شلون نوعي للناس يقول لك انا شو طببني للسوق هذا بالشارع على الماشي اخذ واطلع ياخذ ويطلع صحيح زين عمي هاي اصحاب ابو المال والله العظيم وطبوا بحلقاتي واللي عاتبني ادز له الحلقه خليه يدخل علي بصفحتي بلا انستغرام مكتوب خطاب القصاب وبالتيك توك ناشره ابو المال نفسه قال 100,000 ايجار وعقد اسوي له سنوي ونظف لهم السوق نغسل لهم اياه بس خلي يطبون جوا عمي هم ما يقبلون بس باع ابو التيك توك من ابو التيك توك من عبر باع من عبر من الجزره ها هذا احنا مو منظمين شو يسوي ابو المرور يقصله وصل يا اخي انتوا قاعد تحكون قاعد تسمع عبر ها ها ابو التيك توك السوداء هذا فات منه هو ابو المرور واقف ها هنا هاي وهم عدى ما شاد رقم ما مرقم هسه احنا عندنا تكاتك مباقن ومرقمات يعني تطلع ابو المكافحه يتابع له كاميرا بيت بيتين يخليه ويروح كله بفلوس يردون فلوس زين من يرد فلوس المكافحه هذا الباقت مالتي انا مالتي من 21 ما بقى لها هسه مالتك باقت؟ اي مالتي ومالتنا الباقت بدون رقم احنا ابو المكافحه يقول لك فلوس؟ اي يد فلوس يا مكافحه مال حي العامل مال حي العامل اي شو وقت طلبوا من عندك فلوس؟ هو اول ما قد قبل ايش قد؟ هو صار له 5 اشهر هيك ايش قال لك ابو المكافحه؟ يرد فلوس
ايش قال لك؟ قال اعطيني فلوس طلع لك ما يمشي وياك ما يمشي وياك هي مبينه ترى يعني تشوف اعطيني فلوس؟ اي يسامك عينك هاي رسالتك وصلها لوزير الداخليه عبد الامير الشمري اي اي وصلها يا بعد الكاميرا قول له ايه. قول له عمي اناشدك انا عمي اي والله اي اناشدك انا عمي ايه؟ بس با رحت كنت تكتك ما تنباقت ايه؟ قال لي فبقى يدور الكاميرات ما حيل عامل بقى يدور بقى يدور فيرد فلوس ايه؟ يرد فلوس يا مكافحه ما حيل عامل ما ناشدك يا وزير الداخليه المحترم وزير الداخليه الاب الروحي الاب الروحي للعراقيين ولا رئيس الوزراء مكافحه حيل عامل هاي الشباب يقول له ما اطلع وياك الا تعطيني فلوس كنا مبيوقين ومرقمات ما اطلع وياك الا تعطيني فلوس باقت مالتنا ما مرقمه بشو واجبه لا مو واجبه هذا يساومك يقول لك تعطيني يساومه المفروض هذا واجبك انت بخدمه الناس بخدمه الشعب شلون تخضع الفساد والبوق والحرام بالشارع تقول له اعطيني فلوس يلا اطلع وياك انا مال حي العرب تعرفهم ايه شلون العاد تعرفون بالشكل ايه عرفوا شلون العاد تعال يمي انا حتى تعال 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 ايه تعرفون ما نعرفون بالشكل بالاداء بالمكافحه جو تعرفون ايه عمي وياي واخويا الكبير انا اسمي حسين تقدر تقول رقمك وتقول خلي خابرك واداء ياو عليك تطلع وياهم ايه عادي تطلعون ايه روح ما تخاف ما نخاف ليش نخاف مصبر لا رقم لا رقمك ايوه رقمه حيطك هاي هنا الى اعلام وزاره الداخليه المحترمين مكافحه حي العامل مكافحه حي العامل ويقول لك احنا نعرفهم اللي جوا علينا جوا هم جوا هذول وصلوا ويانا يم البنزينه مال حي علني قالوا لك علني يطلبوا من عمي طلبوا قد طلبوا ما ادري من عمي قالوا لنا مشينا مشي ماتك نلقى لك يا مشينا اي وهي الشعله طبت لي تك تك طبت لي الشعله من طبت لي الشعله بعد اختفت تك تك بعدها زيرو طلبوا فلوس هيك اي من عمي رادوا ايش قد الرقم رد تعلمني 0773 96 0773 96 01 0 رقمك رقمك اسمك انا حسين حسين شنو حسين عباس هذا رقمه الى قسم اعلام وزاره الداخليه ولا اعلام رئيس الوزراء المحترم والى رئيس الى وزير الداخليه المحترم عبد الامير الشمري الرقم قاله ويقول لك مكافحه حي العامل من يطلع وياك يقول لك اعطينا فلوس مشينا حتى نمشيك زي هم مو بخدمه الناس هاي الك هاي لازم القضيه يمكم بعد حج الشعب السلام عليكم اول شيء السلام عليكم السلام ولا تحكي ولا تتعب الشعب شلون صار شلون الشاي يا يجي خوط البلد وش حكي يا يجي خوط البلد هسه انت بتجيب مثلا جيب شاي وخلي شكر راح خوطه تشرب مو حلو لا احنا شنو المر ولا حلو ولا مر احنا هيك هاي سالفتنا انا رجال بقال صار لي 13 سنه بس انت بقالتك هناك مو ايه؟ راح اعاتبك هسه 13 سنه انا راح اعاتبني برا ما تكمل عاتبني 13 سنه بقال عدل ما شفت كل شيء من الحياه من الدنيا ابد مستحيل كل شيء ما شفت شغل بيت شغل بيت شغل بيت شغل بيت شغل بيت شغل بيت هاي سالفتنا احنا بس احكي احكي انت شو ما كنت قبل شوي قلت على السوق دقيقه حتى تعرفون انتم بيش الايجار جوا بالسوق الاجار تشتري المحل 35 مليون اجار اجار على اساس يقول الاجار 100 مو اجار 100 كلامي صحيح يعني مو اجار 100 تمام وياك اجار 100 تمام اجار 100 اخذ 10 محلات مليون اخذين بالشارع مليون واخذين 10 محلات واريدهم بالوجي لا ما يطلبون ها وين تكال جواب ما يمشي سمعني. انا اعرف اسمح اكمل لك وياك راح اكمل لك احنا قبل 3 ايام صورنا هنا حلقه وحتى انت ما تقدر تبقال طلع المستثمر اي قال بشرط ان ينظف لهم اللي ورا اي تنظيف كامل غسل وترتيب والسقايف كامل وايجار ب 100 وعقد سنوي عقد سنوي تمام قال بس عمي غير يطبون انتوا اذا طبيتوا كلكم جوا راح يشتغل السوق لو ما يشتغل يشتغل السوق صح بس يشتغل السوق انا كيف اطب جوا كيف بس اجار غالي 100000 ماكو 100000 اللي يقول لك 100000 حبيبي وقع وياك عقد ماكو 100000 والله اسمعني يعطيك 100000 لا ماكو اعلام يعطيك 100000 يعطيك 100000 يعطيك 100000 اسمع 100000
حراسه 5000 حراسه. لا 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 دقيقه دقيقه اسمع جيت يا حبيبي. لا لا تجي وياي لا تجي وياي. انا مو بس قلت لك قبل 3 ايام. خلاص خلنا خدمك خلنا خدمك بس خلنا خدمك بس خلنا خدمك. اجار 100 اجار جيت وياك. شوف اجار 100 تنظيف باليوم 5. اسمع هاي قد 25 حراسه على لا باليوم 5000 هاي بالشهر قد 150 150 100 هاي 250 و 250 احسبها حبيبي 500 بالشهر قلبي ميت اخوي عزيزي 100 صافي حراسه وتنظيف 100 وبشرط هذا راح اطلع لك اللقاء تسمع واذا ما تسمع اخذكم انتم اهل البسطيات جوه خدنا بعهدتي خدنا وهسه خابر على امانه وعلى القوه الماسكه واخر عمي شتوا وياي ذاك اليوم جيت هنا لو لا عمي ايش قال 100000 لو لا تنظيف حراسه لو لا زين وهذا اللقاء بس عندنا مناشده تفضل حبيبي احنا فقره الغايه التعيين من وزاره الدفاع اناشد ثابت محمد العباس ترى ملينا خلص قلبنا حالنا حال المنسوخ عقده رجعنا كاف وين نروح احنا شباب وين نروح نروح نبوق نروح نسلف مهم تعال وين مو رحت بكتو هم ياخذونا تعال ليش بكتو احنا شباب يعني كفي لك الله ربوع بجيبي راح اروح في الحي عم ما اشتغل ما عندي شغل وين ما اروح هسه جيت باربع شوارع على شغل يومي 15000 ومن 12 ل 12 اغسل المواعين وانا عندي ايجار وعندي عائله برقبتي ال 15 شو تسوي لي؟ انا ناشد محمد شياع السوداني وثابت محمد العباس رحمه الوالدك رحمه اي والله اي والله ملينا صار لنا سنتين ملينا هسه ما نريد بس يرجعوني زين والله 15000 هسه شفت اربع شوارع كافي والله ملينا ما عندي هسه راح اروح بربع دينار الحي العام لو اروح مش وبيتنا من بيت اليابان قاعدين ايجار زين احنا فقره الغايه التعيين والله ملينا طلعنا مظاهرات ما يفيد دقينا باب النواب ما يفيد زين هاي النواب ايش قد رحنا لهم قبل الانتخابات يكيفون علينا هواي هواي ما اريد اجيب اسامي تبعت تغردت على لا هواي هواي تغردت ما خليه ما خلينا واحد ما رحنا له ما دقينا بابه ما يسوي لنا شغله هواي هواي ما اريد ما اقول لك اسماء لا لا ما اقول لك اسماء انت مجمر مجمر زين لا لا ما اريد اجيب لك اسماء هواي ما هواي رحنا لهم وبالاخر ورا الانتخابات اصدق عليهم ما حد يجاوب هاي الحمد لله وشكر زين انتم بالانتخابات رحتوا انتخبتوهم رحنا انتخبنا هواي رحنا انتخبنا احنا فقره الف 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 هم رجعوا ايش قد رجعوا 35 مهند مهند حبيبي على كيفك هدي انت قاعد لا واحد واحد يعني ربع دينار بجيبه شاب شاب عمره 30 سنه ربع بجيبه وين يروح وين يروح اروح ابوك والله العظيم حقك اسمعني مهند اسمعني مهند الصوت مو بيهم لا والله الصوت بيهم كل شيء يسوون لا دقيقه كل شيء يسوون يقدرون الصوت مو بيهم من انتخبهم كل هاي الشعب كله انتخب الشعب بمن الشعب خلاص يا حجي بس هم يوعدونك هم يوعدونك بشغله وانت شو تصدق زين انا على مو شغلتي يا اخي لا تصدق على مو شغلتي لا عم يكملوا لي شغلتي يا خال اكو ما اكو شغله دائما اقولها ايه اخلي عيني بعين الله هاي الحمد لله رب ما طول الله دي رجعك لبيتك سالم الربيع رجعك لبيتك سالم لو تعرف تاكل خبز وتشرب ماء الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر بس انا اقول انه اليوم انه اليوم هاي شباب قاعد تنهار يا تنهار هنا يجيني واحد هسه مثل ما قال الاخ حتى اوضح له قال السوق بس اعلام لا والله مو بس اعلام والله مو بس اعلام زين والقوه الماسكه ويانا كانوا ومو دفعنا عن اهل السوق والله بس دا اقول لك والله تنظيف وحراسة وعقد عقد بحضور صحيح قائم مقام والبلدية عقد سنوي 100000 بس يقول لك هم ما يقبلون يطبون يعني هسه هذول كلهم بعد الشارع اذا طبوا جو ما يشتغل السوق يشتغل طبعا يشتغل وما يشتغل لا يشتغل بس اذا بقوا نصهم ما يشتغل ما يشتغل فيقول لك الناس يلبسك حنطلع برا اللي يقول لك احنا ما قاعد نشتغل قاعد نخسر طلعت عمي رحت عليهم يقول لك عمي قاعد نخسر صحيح غير يطبون جوه صحيح صحيح يقول احنا مشترين محلات ب 20 مليون 3 مليون عفناها جوه فارغ طلعنا برا طلعنا برا صحيح صحيح تفضل
مكافحة مع الشهداء مربوطة على حي العامل. مكافحة مع الشهداء. مكافحة مع الشهداء مربوطة على حي العامل. باقي التكتيك مالتنا بشارع الكوبيسي. يجي طينا فلوس بالبداية وهاي كش للمكافحة. هم طينا فلوس. هم طينا فلوس. هسه خبر أبوي يعرف أساميهم ويعرف أشكالهم. جاء آخر شيء. يعرف أساميهم. يعرف أساميهم. أساميهم. يعرف. خبر أبوي. هاي شنو مصير ما تبديد التكاتك؟ هاي ما تكاتك شلون الحجز؟ مو قالوا رقم ما ينحجز؟ هذا رقم محجوز. يلا مرقم. ما مرقم ما مرقم. ترقيم 500,000. حمود انت مو مرقم؟ اضرب 500,000 لا عاد 500,000 على شنو ذبح؟ 24/1 البارحة. احنا مكملين. اي على شنو هذا رقمنا؟ هاي بس يقشمرون بينا ب 500,000 و600. هذا الحجز؟ اي. عمي رقم الربح شالوها ليش؟ انا ادري واحد مرور هنا 2025 مكتوب هاي مركبات مخالفه. لا مخالفين ولا هو هنا بس نذب البيع ونرجع لبيوتنا وهاي يحزونه. الف واحد هنا شكو حصل ليه حتى يصير قدام الناس زين. ست ليش خالفك؟ ما خالفت هو بس هنا وقفت عجزني. هو دام شان بطل بالسيارة انعجز تعال وقف دب السويتش ومشي يلا. احنا خلاص يا وين نروح تكتك اذا سوى له هيك بس سوى هيك حجزوا ايش صدق كذي تك مالتك وين بالعجز بعدها اليوم سوى نان عجزت مرقم وانت مرقم لو لا هي مرقم اجازه وسنويه لا ما شالين بس بالبيت ايش اكيد غير ما عندك اجراءات زين تغيرت هسه مو انا راح احكي زين هسه سؤال زين سؤال زين هسه واحد من يشوف رقم غير تشوفه لو لا غير واحد يشوف من الرقم بس تعال عمي اخاف ادافع على المرور ودنو بتحشون علي اقول لك اعطيني السنويه انت شو ما شايف لا سنويه ولا اجازه وانت عندك تيك توك ما عنده اثبات ياخذوه ما عنده ياخذوه ما عنده اثبات شنو اللي يثبت باسمه يعني احنا ما نريد نذب اللوم كله على المرور زين بس على شنو هذا الحكي هاي اجازه سنويه شايلين وياك هسه مو شايلين وياك هسه احنا وياك بس كم كلفتك 290,000 ما تروح تطلع غير طلعنا ب 500,000 بعد احنا جاي نحكي تقول ما عندي سنويه واجازه بالبيت قال لك انا عايفه بالبيت انا عايفين ما مطلعين ليش ما شالين وياك ما ادري نسيت انا بس هنا انا اي البوب جبت انساه ما النرجيله ما تنساها ما لا تجار ولا ما دخنا دقيقه الجكاير والنرجيله والقهوه والطلعات ما تنساها من ياخذون التيك توك تجي قدام الاعلام تلطم على راسك مو وتحكون على المرور هسه عمي انا هسه انا ما حاكين على المرور خاله بس على كيفك تشبيك اخذني حاصل فاصل انا ما حاكين على المرور عمي احكي حق الله وش باطلين احنا يحكي عليك مو عليك غلطان لو ما غلطان انت غلطان لا بس انا انا ما شايل بالنا حجزني يابا كل شيء كامل بس طلع مجال اروح نجيب انه نجي ما يطلع مجال حتى يحكي بس سؤال جواب الله يخليك حسن حسن احجزوه حجزوا المرور اخذوا التيك توك مالته مرقمها اجى جاب هذا الوصل عمي والله انا ما دافع على المرور والله ما دافع والله ما دافع بس عرفوا شغله بس انا ويا القانون ويا الحق والحق ما يزعل من عنده قلت له ليش؟ كان يقول لي والله لا عندي لا الاجازه ولا سنويه شنو عمي؟ حقه والله صوته صحيح غلطان لو ما غلطان غلطان بس انا ما شايلين بس انا بالبيت يعني هسه شو تسوي تفضل ايه تروح ايه تراجع وان شاء الله تطلع ان شاء الله وبدل ما تقعد بالقهوه والنرجيله مالتك وهاي السوالف شو تسوي ما دخن والله العظيم ما دخن ايش قد عمرك؟ 2008 يعني عمرك ايش قد؟ 17 انت اصلا حرام انت اصلا تكتب صدق؟ ليش؟ اصلا انت ما يصير اصلا ما يصير ايه ما يصير الى عد وين نروح؟ وين تروح؟ ايه لا تعيينات كلها واسطات طالب؟ لا انبطلت ليش؟ والله العيشه صعبه ودعايش اهلي وعائلتي على عين وعلى راسي كم واحد انتم؟ ثلاثه شو يشتغل الوالد؟ الوالد بال شو اسمه؟ بالوزاره الاتصالات يعني موظف؟ ايه الدراسه ليش عرفتها؟ ما بطلت لان ماكو نتيجه من يمه ماكو نتيجه؟ ايه بطلت هذا حل؟ هاي لا شو تسوي؟ هذا حل؟ اي لا شو تسوي؟ اذا تروح مستقبلك بس ثواني هاي العلم هاي الخريجيه كلها هسه مو قاعده لو لا كلها واسطات بفلوس وتعيين يجي وقتها ها؟ شو وقت يجي وقتها؟ الا كلها هاي تطلع كلها تطلع هاي يجي قول يا الله مثل ما قالها كل شبكته حلو ايه يجي وقتها مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم لكن بعد هذا الفاصل We'll be right back.
مستمرين الكلام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. الولد اللي كان واقف هنا قال يعني حاول انه يتصل بوالده، والده ما جاوب، انه يعرف الاسماء اللي موجودين بالمكافحه حتى توصل المناشده مالته لوزير الداخليه المحترم، لكن ما جاوب. زين الموضوع انه مو انا اليوم اهدد وعمامي وخوالي، لا حبيبي، هاي دوله ودائما تعلموا شغله، قانون يا اخي تريد حقك اخذه بالقانون. انت اليوم القانون ما طلع حقك، الاعلام موجود، ناشد وزير الداخليه وناشد رئيس الوزراء وناشد اعلام الداخليه ورئاسه الوزراء، وقول رقمك هم يتواصلون وياك. العفو، هم يتواصلون وياك، انا جاي بخدمتكم ووصل معاناتكم وصوتكم. خيرك حجينا. والله انا سجين سياسي، مؤسس سجناء سياسيين اخذوا معاملتي ودزوا علي كتاب تزوير. تزوير؟ ايه. ليش؟ ما قالوا ما عنده وليات، مصادره مزرعتي وبيتي واهلي شاردين بيران بال 82 ودخل السجن لما ما مليت، وذاك مدير هذا الامن سعد وتوت. زين. وانا ما احكي له، قال الراوي. يعني والله زوره وتم العالم هذا الكتاب. خليني اطلع لك الكتاب. اي انا رحت ناشدت رئاسه الوزراء ما سووا له حل. جزوا كتاب المن للمؤسسه، المؤسسه كتبت الى رئاسه الوزراء لا توجد لدي اوليات. هذا الكتاب. اقرا. ها اقرا عنا المومياء اليه. هذا كتاب واضح. واضح حج خراليات، انا بقول لك ما واضح. هذا يقول كتابكم المرقم هل قد هذا باو عليه في سبعة تاريخ 17 هذا 2017 ايه يعني يروح حقي حتى 2017 لا مين ويزورون علي رجعت راجعت مرت اللوخ ايه هسه ونجيت من المحكمة شو يقولوا لك؟ يقول ما عندك اوليات، هاي الاوليات موجودة اعطيت الاوليات؟ اي طبعا هذا الكتاب شو يقول لك مين؟ هذا التسليم مال المعاملة باو هذا شنو؟ هذا الوصل تسليم المعامله باع شو وقت 2010 وانا مسجون، هذا كتاب الامن هاك وراحت مزرعته وبيته وحقوقه راحت ولا شنو؟ اكو كم واحد يتلعبون بالشغله، انا ابرر رئيس المؤسسه ما له علاقه. ان شاء الله صادق. دزوني للكاظميه قالوا روح روج معامله، رحت اروج دقوني بالحاسبه قالوا اسمك ما موجود. ماكو لا اي شيء، لا اي شيء مالك. اشتكيت برئاس الوزراء الحكومه الالكترونيه جاوبتهم المؤسسه انه لا توجد لدى اوليات، ورا ما جاوبوا قالوا لا راجع معاملتك هاي بيوم 17 راجعه. زين انت 15 11 تقول ما عنده اوليات، فالمن اروح اشتكي؟ انتم دلوني. انا ما ادلك، انا ترى بعد الوزراء لرئاس الوزراء وانا ودلك وانا اروح. وهذا جواب على اكبر هذا الجواب مال رئاسة الوزراء مالتهم، انا ما شايب هذا كتب رسميه، انا ما اقول قال الراوي وثيوم الله وثيوم العالم. ان شاء الله صوتك يوصلك. اشكرك. السلام عليكم اخوي، شلونك؟ انت اليوم اذا عندك مشكله، اذا عندك مشكله واتهمت شخص دليلك وياك المفروض ولا لا؟ طبعا. مو المفروض هيك؟ طبعا. زين احنا هسه امان ترى الولد هنا من حكك حد قدام عينك. اي. مو قلنا له خابر على ابوك؟ اي صحيح. مو قال ابويا يعرفهم؟ اتصل عليه ما جاوب. صحيح. اكو واحد يتجاوز على دوله ويقول انا هيك اسوي كيف افعل؟ قانون. قانون مو قانون؟ لا لا قانون. انت اذا عندك دليل وعندك حق خش بعيونهم. ما يضيع. زين؟ لا عندك دليل ما يضيع. تناشد رئاسه الوزراء وتناشد وزير الداخليه، هم يطلعوا لك حقك. صحيح. يعني ما معقول احنا اليوم لازم نحكي على الدوله ونحكي على الحكومه. نحكي قانون. دليلك موجود ما يضيع حقك ان شاء الله. صحيح. خلاص. صحيح. زين يعني اليوم احنا نتمنى مثل ما قالوا هاي الشباب، ها رجعوا اهلتك نفس الشيء، وعلى هالرنه طحينش ناعم، نقول لهم يابا اوقفوا هناك ما حد يقبل، انا اللي علي. لا تقول لي ما حد يشتغل، لا تقول لي ما حد يشتغل، انت واحد من الناس حكوا عليك، انت وبعد واحد نفس اي حكوا عليكم. زين احكيها قدام الكل، انت كم واحد هنا مسوين فوضى بالشارع ومأذين مأذين باقي الشباب، وانت تقول نفسك تقول صحيح، تقول تعال تعال
تعلمي تعال. ليش ما طلعت بالكاميرا؟ ما ادري. ما معذبين باقي الشباب؟ لا ما معذبين. ليش؟ ما معذبين. ليش وقفتي هنا؟ ها؟ ليش وقفتي هنا؟ انا ذيك التيك توك مالتي مو هاي. زين انتم تقول لكم يابا اوقفوا هناك. هناك ماكو شغل. هناك ماكو شغل. سؤال. هناك وايد تكاتك كرار. تعال كرار. تعال كرار. اذا رحت لكم هناك ما راح يصير شغل؟ لا ما يصير. ما حد يجيكم. ما حد يجي. الناس يروحون مشي. لا ماكو شيء. ماكو شغل هناك ماكو والله ماكو. لا لا يا انا هذاك طابق هناك هذاك طابق هناك اكو شغل. هو رزق على الله هذا كنا هناك طابقين. اكو شغل لو لا؟ احنا لو ماكو شغل ما نطبق هناك. تعلم اخويا اكو شغل هناك لو لا؟ اكو. ليش ليش ماكو؟ تبو تيك توك؟ ايه. هذا هنا وهذا هناك اكو شغل؟ اكو. وايد اكو. اجيتي اجيتي استاذي ابو تكاتك تيك توك هنا اكو شغل؟ اكو شغل. وهنا ما تنك هذا راحه وهناك كلهم اكو شغل. عادي ماكو مشكله. يعني هذول كلهم جماعتك؟ هي مسافه. كلهم جماعتك؟ هي مسافه. ماكو والله. هسه اذا ماكو كان احنا ما طبقنا هناك يا اخوي. وايد تكاتك هناك وايد. هسه من وراهم بس خليني اخدمك. من وراهم تاذى حسن ابو عبيده. من وراهم. من وراهم من؟ من وراهم ايش كم واحد يطبقون هنا. تاذى حسن ابو عبيده. تاذى حسن ابو عبيده. احنا قمنا نطبق هناك. هسه احنا ليش نحكي كله على ابو المرور؟ هو شو اللي دخل؟ هو عبد مامور يجي هنا ياذي واجبه ويروح يشوفه غلطان يسجل عليك والله محمد وعلي. انت ليش تطبق هنا؟ هسه احنا طابق قال له نطبق على الخدمه نطبق هنا. يعني ستو اللي سويتوه بهذا الرجل الخطيه الشاب 200 مليون و5 مليون و650 الف كم واحد هناك بسببكم؟ ليش؟ بسببنا احنا؟ انا ما اقول لك انت لا ما اقول لك لك انا ما اقول لك انت من وين كم واحد هنا؟ انت صباح ساي طبقه واحد هنا واحد هنا واحد هناك ما يصير. شو اسم الولد القاعد؟ شو اسم الولد؟ حمودي. مودي. السلام عليك اخوي. تعال ابن عمي. تعال اخوي. تعال تعال. شلونك؟ ما يخليك الله. ما جاي فيها لا. لا. الولد شو يقول؟ اي. يقول اذا وقفنا هناك ما نشتغل. ليش ما نشتغل؟ هو الشغل بكل مكان موجود الرزق. زين ارضك التوب. يعني انت اذا طالع على باب الله تصدق الله ما يرزقك؟ انا مالش انا احكي لك عن نفسي. هو يجوز عنده يعني بالغ غير شيء. بس هو ما يشتغل. اراش عليه يعني يجوز هو ما طالع على باب الله مو؟ هم طالع شوف شو يسوون؟ اي معلم المسجل. انت قصدك الليل يعني مع البقيه طبعا مو؟ ابو عبيده ليش قاعد قصر بس ما حد يطبق هنا؟ اي با هو اقول لك هو منو طايح بيه؟ طايح بيه التاجر لو طايح بيها يداوم واني لازم يطلع لباجه يقول له انا داوم يقول له توكل الله محمد وعلي وياك يا لي طيح بيه طيح بيها هذه طيح بيها هذه ابو العلاقه وعلي من يطيح بيها؟ ابو عبيده مو؟ لا حمودي. حمودي صعبه اليوم التكاتك كلكم توقفون هناك صعبه عليكم؟ مو صعبه وانما انما شلون انا اقول لك يطبق قبل كي هنا يصعد عبري يعني بدال يقول لك ما اروح اللي غاد على مود تكتك منه هذا بالكي قبل اصعد وياك مو لا هو رزق هم كلهم اخواتنا هم اخواتنا هم هالكيات كلهم اخواتنا وش اسمه اصدقائنا بس هو الرزق لازم هي سفره انت تعال لك له يا بطلع يا بهيج كذا يطلع ليش ما يطلع ليش ما ياخذ بس مو تقص تواصل قبال هو بيش مشتغل حتى تقص تواصل ب 50 لو 100 والله صح بيش اي صح ولد هو بيش مشتغل حتى تقص ب 50 لو 100 بيش انا قلت له من اول كم مره يعني هسه انت شفت من ساعه الوصولات دفتر لو مو دفتر مو سعر صراحه كلش النش قد مو سعر تيك توك لو لا الوصولات اي والله 18 هو لو ما محروق قلبه يطلع يحكي وياكم هذا الحكي بس هو انا اقول لك احنا نريدهم يتعاونون ويانا نريدهم يتعاونون ويانا مثل ما احنا اذا تجوهم يتعاونون وياكم هو انا اقول لك يجي مخذوذ من فلان من علان من ابو كيه من ابو سياره وين يذبه هذا المسكين خطيه لا حول ولا قوه هو المفروض انتم تتعاونون احنا والله سال من يمنا ماكو بس لا عمي لا احنا نعاونه مو هو بس احنا نعاونه عمي ايش بيك جعفر والله احنا نعاونه احنا يابا احنا ايش عندنا وياهم روز رايز قاصله وصولات مليون ايش بيال ايش عنده هسه انت تحاسب هذا طابقيت لا طابقيت ليش خلون واحد يطلع حتى من دين محمد يا اخي هو يجي من هناك مخذوذ من سياره مخذوذ من كذا مخذوذ من كذا يجي يقول له اطلع انا عندي هو فقير اتحمله ايش يصير عليه؟ اتحمله ساعده انت ليش تجي قبل شو اسمه واصل و50 و100 لو تاخذ سويتش وتخليه يلحق وراك يتوسل هو لو عده يتوسل بيك؟ لو عده يجي يتوسل بيك على السويتش لو على مود واصل؟ وانت ايش تسوى حتى هو يتوسل بيك؟ ايش تسوى انت؟
اي لا مو اللي حاربني برزقي، لا اليوم اللي حاربني برزقي اللي حاربني برزقي ما متجاوز التوصل، ما متجاوز وصل رساله انا لحد الان ما متجاوز. مو تقول له شي اسمه لا اي مو واقف بهم احنا، لا بس خلي اخدمك نحكي على البعض، على البعض مو الاغلبيه. الاغلبيه الاغلبيه تختلف والبعض يختلف، جاي احكي لك انا هيك من باب هاي، فانت تحمله خطيه يعني وش جاي يسوي يعني؟ هو لو عده يجي نايطبك يخليك تلحق وراه انت، ولو تجر السويتش وتمشي اللي غاد ويجي وراك يا بطين يا رحم الوالدي كل مروبات شنو، لان كل ما ياكله قبل يسجل لك ويقول لك روح الله محمد وعليك حتى يكرهك بعيشتك. زين انت شحتها منها مره مرتين، هذا راح ينكسر واسع، راح يسلك غير طريق، راح ينعرف مو لو لا مو ينعرف، يقول لك انا مين هذا اجي هنا يشحتني، هروح بقى افتر هناك تاخذني الحجيه ب 53. تمام. طبعا اني قبل الختام بكل حلقه راح اقول لكم شغله، انه اليوم خلينا نتعاون كليتنا، دول المجاوره للعراق قاموا يضحكون علينا، ليش مو احنا نصير احسن من عندهم؟ ليش مو احنا هاي الفوضى اللي موجوده احنا ننظمها؟ احنا شباب، احنا شباب اليوم. اني اهل التكاتك الموجودين الله يرزقكم ويحفظكم ويطول بعمركم، لكن انظم الشارع يعني هسه هذا مطلعها هيجي زين، اجى واحد ضربها اوقفها عدل زين، وكل من ياكل رزقه، ومثل ما قالوا هي سفره وممدوده سفره وممدوده زين. احنا لا نتجاوز لا على ابو المرور ولا نتجاوز على ابو الاتحاديه ولا نتجاوز على ابو النجده، هذول هم بخدمتكم اول شيء يعني، هو حقه كل 14 يوم ابو الاتحاديه ينزل لبيته، ابو النجده كل ما اعرف ايش قد ينزل لبيته، ابو المرور من الصبح لليل حوادث ومشاكل زين. هاي لو باربيل، لو باربيل من تروحون باربيل اردت تسمعون هاي الحكايه، اسمعها هاي الحكايه، هاي لو باربيل تروح تمشي تطب لك بمول لو بسوق تذب جيجاره بالقاع تذب الاكل من السياره نظام، بس احنا هنا شنو؟ ما نحب النظام، ما نحب النظام، تعرفون ليش؟ المشكله مشكله قله وعي، قله ثقافه، قله وعي وقله ثقافه. المفروض احنا خلينا نتعاون كليتنا. انا اليوم اذا المرور ابو حق اكون ويا ابو المرور، واذا المواطن على حق اكون ويا المواطن، لا حد يزعل من عندي، احنا مجرد ويا الحق. ومن شفت الحلقه السابقه انه وقف الولد حسن جاب وصولاته ابو المرور واقف وحكى ووضح له وقال، فربطت حسن ويا ابو المرور. هذا المفروض احنا اليوم كنا نتعاون، خلي يكون تعاون. فانا اللي عليه اليوم اجيت نقلت معاناتكم نقلت مشاكلكم، فاتمنى يكون التزام. اهل التكاتك قال لهم روحوا هناك رجعوا. هاي كانت رساله الى الشباب، والله يحفظ الشباب شبابنا ويحفظ كل الناس الطيبه، والله يشفيكم الشر ويشفيكم شر التاهيه. شكرا للمصور علي حسين، ولكم تقديم خطاب القصاب، واقول لكم في امان الله.